بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف يدرس العلماء البرق. تختلف ومضات البرق من غيمة لأخرى حسب بعد الغيمة عن الأرض وحسب كمية الشحنات الكهربائية في القيمة وعلى سطح الأرض أيضا وحسب درجة الحرارة وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة غير ذلك من الأمور. يختار العلماء غيمة نموذجية يدرسونها نظريا لتحديد زمن ومضة البرق وزمن كل مرحلة من مراحل الغيمة. وطبعا هذه الغيمة نموذجية ترتفع عن الأرض 3 كيلومتر مثل ما تلاحظون في الصورة، والله أعلم.